غادي نوقف هذا البث، وكنتمنى لكم التوفيق وليلة سعيدة وأحلام لذيذة ومسار موفق إن شاء الله. اللي داز الله يوفقه، واللي ما دازش كذلك الله يوفقه. فاللي ما داش غنعطي واحد النصيحة بها غادي نختم. اللي ما داش مكتب وما داش، هذه ماشي نهاية العالم، يعني باقي حدود أخرى، كاين أماكن أخرى، كاين الخواص، كاين الملحقين الاجتماعيين اللي فات سن 30، باقي إدارة حركة وظاف، امشي مع مازال نطلق في حاجات اخرين، يعني باقي كاين الانسان، انسان يدير هو يبذل مجهودات، هو ينفتح. انت كخريج ولا هادي انت نفتح على المجتمع المدني، المجتمع المدني الدور ديالو كبير جدا. حنا خريجي مدرسات المجتمع المدني قبل ما نكونوا خريجي الجامعات المغربيه، يعني راه كنا في الجامعه المغربيه ونمارس العمل الجمعوي ونمارس المجتمع المدني مع المنظمات الكشفيه، المنظمات الخيريه، الجمعيات النسائيه، جمعيه الاطفال الى اخره. بالتالي الانسان جاته فرصه يشتغل مع شي جمعيه يشتغل معها، واخا باطل ما كاينش مشكل، الانسان يتطوع. الا طوعتي باطل الله سبحانه وتعالى غيعطيك حاجات اخرين في ديك الجمعيه، غيجيها مشروع وغتخدمك في ديك المشروع او كذا او كذا. غتقول لي لا وهذا ضحكوا عليا وكذا، المهم هذيك الطاقه السلبيه غير حيدها واشتغل. كذلك ان المحكمه كترحب بالناس اللي بغاو يدوزوا فيها الستاج، ممكن ان انت تجي دوز الستاج في المحكمه، يعني وبزاف من الزملاء والزميلات اللي عندهم اجازات في امشي معي الناس، كنت كنقولها لهم شحالي، وراه ربما يكون شي واحد فيهم كيسمعوا لهذا البث المباشر، كنقول لهم دوزوا ستاجات في المحاكم، سير ستاجي واحد شهر ولا شهر ونص ولا شهرين، غتقول لي ودي غندوز ستاج باطل ما غنتخلصش، ودي غتعلم. ناس بكري راه كانت كتمشي كتعلم الصناعه عند الميكانيك، راه كيقي اللي سخر فيه وكذا، وهادي يمشي يجيب له السفنج ويجيب له اتاي، ولكن كيقول لك ماشي مشكل، المهم هو انني نتعلم. هذا هو ماشي ندوزك شهر ولا شهر ونص ولا شهرين في المحكمه مزيان، ما عندي ما نخسر والو، الاجازه ديالي ولا كارت ناسيونال ديالي وغنمشي نخلص لاسيرونس في شركه لاسيرونس، كيحسبوا 40 درهم في الشهر، كيحسبوا لك 3 شهور غتخلص شي 150 درهم ودوز ستاج. غتا شي الناس اللي دوزوا ستاجات في المحاكم، هاد المواضيع اللي طرحت انا في اليوتيوب جاهم ساهلين دغيا استوعبوهم، علاش؟ انا ديجا دازو في المحاكم ستاج، والناس اللي ما دازوش في المحاكم مروا ما عمرهم وصلوا لك، يقول لك اودي لهلي وصلني ديك البلاصه اييه، ولكن راه سنه الحياه، راه تحضر الدور الدوره وتمشي لتما وتحضر تمشي للسبيطار وتمشي للكوميساريات، يعني سنه الحياه كدور، يعني غتجيب هاد الظروف وانك غتمشي لتما، اما خدام اما مع شي عائله اما مع كذا، اما لهذا الانسان خصو معرفه الشيء خير من جهله. أشكركم على وأشكركن على حسن إصغائكن وإصغائكم وتتبعكم لهذه السلسلات، لا سلسلة نقاشات اللي كنا طرحنا، وصراحة كانت مجموعة من النقاشات اللي كنت باغي نطرحها، عندي هنايا مجموعة من القوانين اللي كنت باغي نناقشها معكم، المهم بزاف ديال القوانين، هذا القانون ديال محاربة العنف كنت باغي نناقشه معكم، الإعلان ديال مراكش كنت باغي نناقشه معكم، لكن التزامات عامة مهنية من الصباح حتى العشية، الخدمة من الاثنين حتى الجمعة، السبت والحد، التزامات أسرية، التزامات مع الجمعيات، يعني كتحول دون ذلك. فالكلمات ديال الشكر ديالكم والدعوات الخالصة، فهذاك هو الأجر وهذاك هو الخلاص وهذاك هو الطاقة الإيجابية اللي كناخذو باش أننا نواصلوا هادشي هذا، وإن شاء الله القناة هذه يعني بدايتها قديمة وغتستمر، يعني في إفادة في المجال الاجتماعي في المغرب، سواء في المجال ديال القضاء أو في المجال ديال التعليم، لأن التعليم مجال جديد وديجا حنا اشتغلنا فيه عن طريق جمعيات في تطوان وفي طنجة إلى آخره، يعني غنستمروا إن شاء الله في هاد اللقاءات عن بعد، ولو ما يكونوش مباريات، يكون غير واحد اللقاء واحد مثلا في الشهر نتكلم فيه على شي موضوع معين أو شي حاجة معينة. وإلى هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله، أتمنى لكم التوفيق وليلة سعيدة، وشكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. ما عرفتش أصلا ملي كيوقفوا هذا البث هذا، حيت ما عمري درت شي بث أنا بالتليفون.